السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الطلاق البائن؟ بداية، يقصد بالطلاق البائن هو ذلك الطلاق الذي لا رجعة فيه أبدا، حيث لا يحق للزوج أن يرد المرأة المطلقة أو المطلقة زوجته التي كانت إلا بعدة شروط، وترجع تلك الشروط إلى الحالة الخاصة بهم، كأن يكون الزوج بالتالي متزوج بداية زواجه، فبالتالي قام بتطليقها، فبالتالي في هذه الأمر يجب أن تقوم بإنهاء العدة، فبالتالي أن يقوم بعد ذلك بزواجها. أما في بعض الحالات الأخرى الذي قام بطلقها 3 طلقات، والذي توضح حالة أخرى بأنها يجب أن تتزوج شخص آخر حتى تستطيع الرجوع إليه والزواج به، فبالتالي أنصحكم بالحذر أيها الرجال من إطلاق هذا الكلمة أو هذه الكلمات البسيطة التي تؤدي بكم إلى مشاكل كبيرة، إذ كنتم ترغبون في استرجاع أو إعادة الزوجة إلى بيوتكم. إلى اللقاء، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.